انتهت بنتيجة 1-1 وثلاث مباريات انتهت بهدفين لهدفين. هذه جول، هذه جول مومونيدا كانو هداف السلية الأول، يتقدم الآن ويسجل أول أهداف في المباراة. 1-1 الشواهين، لا شيء الفرسان، يا لها من هفوة قاتلة في اللقطة الماضية. لاحظ الكرة كيف وكيف مرت وكيف سجل الهدف في اللقطة الماضية. مباشرة الكرة من غريغوري غوميز إلى مومونيدا كانو، هدف أول لمصلحة الشواهين. السلية لهذا اللقاء. الكرة إلى ماديسون، مشاها للأمام، يا سلام، حسن عبد الفتاح، لا وجود للراية، المحاولة داخل منطقة الجزاء، الأردني يحاول، مر وعدى، كرة خطيرة، ما زالت قائمة، جول! جول! هداف السلية سجل، وهداف الخور يرد، هداف الخور يرد، خوليو سيزار مثل ما فعلها مومونيدا كانو سريعا. خوليو سيزار يرد 6 أهداف لكلا اللاعبين البرازيلي بعد مهارة رائعة تحسب للدولي الأردني حسن عبد الفتاح. هنا ماديسون مررها إلى الغير مراقب تماما الأردني حسن عبد الفتاح، مر وعدى، تلاعب بالجميع وبأعصاب الكل، الكرة بعد ذلك أراحت الكل من جماهير الخور. هدف التعادل يأتي سريعا، يا لها من بداية قوية، الكرة الماضية فيها مهارة عالية الجودة.